بزيادة بلغت نسبتها 25%، سجلت أسعار الأغنام والماشية في البلاد ارتفاعاً كبيراً، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك، ظاهرة تتجدد كل عام مع تباين أسبابها. من جانبها أكدت شركة المواشي الكويتية وجود مخزون كاف من الأغنام لاستقبال شهر رمضان، بالإضافة إلى استيراد الكميات التي يحتاجها السوق قبل حلول هذا الشهر، مبينة أن سوق المواشي لا يعاني أي نقص سواء في الأغنام المحلية أو المستوردة. نسبة التغطية للسوق الحمد لله، احنا يعني الحمد لله الكمية هذه تغطي السوق على مدار شهري يعني، ونطمح للمزيد. يعني احنا قاعد نتكلم عن دولة واحدة الحين جنوب افريقيا، عندنا بعد كذا دولة اخرى يعني راح نستورد منها ان شاء الله، ما راح يصير عندنا اي مشكلة، مستعدين. احنا اوريدي بلشنا اصلا الموسم يعني، لله الحمد عملنا عروض على 8 أصناف من منتجاتنا. يمكن الناس تقول لا الأسعار زادت، بالعكس احنا قللنا الأسعار، وعلى منتجات شهر رمضان. الله يبلغنا صيامه وقيامه وياكم إن شاء الله. يعني عملنا منتجات كثيرة، مثلا المفروض 2+1 مجانا، 1+1 مجانا، منتجات شهر رمضان. ضبط الأسعار وعدم استغلال المواسم مثل شهر رمضان المبارك باتت ضرورة محتمة للحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه من خلال الحملات التفتيشية المكثفة من قبل الجهات المعنية على جميع الأسواق وعلى أسواق الماشية على وجه الخصوص.